السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالبنات الجدد اللي دخلوا معنا، وإذا كنت أختي أول مرة تشوفي قناتي نتمنى أنك تدعميني بالاشتراك وتضغطي على زر اللايك لنقدم المزيد. وصفتنا اليوم هي تحت طلب الانستغرام، يطلبوا مني وصفة للسنة الجديدة، والبعض طلب مني وصفة كيكة الفيريرو روشي، والبعض طلب وصفة سويسرول. فجمعتهم كلهم في كيكة واحدة وحصرية على قناتي لابيش تاع فيريرو روشي. نتمنى تجربوها وتعجبكم، صراحة طعمها خيالي صدقوني ولا يقاوم. نشوفوا مع بعض الوصفة. نحتاج إلى 4 بيضات، نعزل الصفار عن البياض، نخفق البياض مع رشة ملح، ثم نضيف 1/2 كوب سكر ناعم تدريجيا. على حمام مائي نضيف البايركس اللي به صفار البيض زائد ملعقة كبيرة من السكر العادي، ونخفق حتى يتغير اللون. نضيف عليه القليل من بياض البيض، ثم نخلط الكل، ونضيف 1/2 كوب دقيق، واثنين ملاعق كبيرة من الكاكاو، وملعقة كبيرة من النشا. نضع 1/2 الكمية، ثم نقوم بالخلط. ثم نضع القليل من البياض، ثم نخلط، ثم 1/2 الكمية المتبقية، ونخلط الكل مع بعض إلى أن تتجانس، ثم نضيف إليها بياض البيض. إلى أن تتجانس كل المكونات، لكن عملية الخلط لازم تكون دائرية حتى لا يخرج أو يتسرب الهواء من الخليط كما هو موضح بالفيديو. بصينية مفرشة بورق الزبدة نفرغ الخليط ونسرح حتى نغطي كل الجوانب، ندخلها للفرن مدة لا تتجاوز 10 دقائق على حسب نوعية الفرن، وعلى حرارة 180 درجة مئوية. نخرج الكيكة من الفرن ونغطيها ونضعها جانبا. في صينية ناخذ 100 غرام بندق، نحمصها، ثم نخرجها من الفرن ونجرشها جرش خشن كما هو موضح. على حمام مائي نذوب 200 غرام من شوكولاتة الحليب زائد 1 كوب من النوتيلا. زائد 2 كوب من الكريمة السائلة. نخلط جيدا حتى تتجانس. ناخذ إناء ثاني ونقسم الغاناش إلى قسمين.
ندخل القسم الأول إلى الثلاجة حتى يتماسك، ونضيف البندق المجروش للقسم الثاني. نخلط جيدا ونضعه جانبا. نأخذ الكيكة ونضع عليها الغاناج المتماسك، ثم نضع عليها بسكويت الويفرز اللي هو الجوفريت. أنا اخترت ذوق الشوكولا بالبندق، وأنت حرة، لكن يستحسن ذوق الشوكولا. نأخذ حبات الفيرور روشي ونضعها على الجانب، ثم نلف. نقطع الجوانب فقط باش تكون عندنا جوانب متساوية. نضع عليها القسم الثاني من الغاناش، وندخلها الثلاجة حتى تتماسك. عند التقديم يمكنك تزيينها كما تريدين. أنا وضعت فوقها حبات من الفيرورو روشي، وهذا الغلاف الذهبي صالح للأكل، فقط ليكسر لون الشوكولا. إذن في آخر الفيديو نقول لكم دائما سر السويس رول باش ما يتكسرش معكم. عند اللف حطوا معه المايزينا أو النشا كما فعلت في بداية الفيديو. ثانيا بالنسبة للفيرور روشي فيه النوتيلا فقط، لكن أنا في الغاناج استعملت النوتيلا والشوكولا البنية، ذلك لأن لو استعملنا النوتيلا فقط فما راحش تجمد معنا أو تتماسك بدرجة حرارة الغرفة، وبالتالي لازم نضيفولها الشوكولا البنية. وبهذا يكون ختمنا معكم فيديو اليوم. إذن لا تنسوا الاشتراك بالقناة، نتمنى يعجبكم فيديو، وللملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة أخرى. مع السلامة.